الدولة الجزائرية ككل أخذت القرار بأن يوميا نعطي الحصيلة، وهذه حصيلة حقيقية اللي تجينا من تراب الوطن على الخمسة على عشية بفضل مديريات الصحة. بالنسبة للحالات المؤكدة، بالنسبة للحالات يعني للأسف حالات الموت، بالنسبة للحالات يعني اللي نجوا اللي تمثلوا العلاج في الإنعاش، عندنا ما بين 23 و20 حالة في قاعة الإنعاش يعني على تراب الوطن، تمثلوا بأنه كنا نتوقع آلاف الحالات ليدخلوا في العناية المركزة يعني أغياني ماسو.